السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا ده اسمها تويت جي بي تي. دي بتعمل ايه؟ بتخلي الشات جي بي تي هو اللي يرد على التويتر. يعني لو انت عامل ريبلاي هيبدأ ان هو اللي يرد. كل عليك ان انت هتستخدم الاكستنشن دوت على حساب التويتر وعلى حساب الاوبن اكاونت. ده اداة هتتظبط بس مجرد ان انت هتضيفها لجوجل كروم وتبدأ تشغل بيها. هيظهر لك العلامة ديت في اول ما تحب ان انت ترد على حاجة او تكتب حاجة تدوس عليها وتختار بقى انت عايز ترد مثلا رد مؤدب، عايز تخش حد شمال، ومثلا ايلون ماسك في ناس بدأت تخلي الشات هو اللي يجاوب عليه. فهي ده ممتازة ان انت تفعل التويتر بتاعك ويبقى فيه اجابة على الناس وتتواصل معهم بشكل افضل. مجرد ان انت تكتب كلمتين تلاتة هو يملالك الرد كله ويكتب لك الباقي زي ما انت عايز. كل اللي عليك ان انت تدخل على اكستنشن بيج وتدوس اد تو كروم وهتبدا تظهر لك ديت. كانك بترفع صورة او بتعمل تصويت او بتعمل علامة تظهر لك العلامة دي، فلما تدوس عليها هو يفعل الشات جي بي تي ان هو اللي يرد.